هنا سقطت القذيفة في هذا الحي الآمن نسبياً في دونيتسك، والذي يبعد حوالي 15 كيلومتراً عن جبهة القتال. لقد اضطررنا لمغادرة المنزل مع أطفالنا الصغار. سمعت دوياً من هذه الجهة، ربما كانت ثلاثة انفجارات، وقد تم انتشال الضحايا من الحافلة المدمرة بسبب شدة الانفجار، والذي تسبب أيضاً في تحطيم نوافذ البيوت المحيطة بموقع الهجوم. موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية، فبينما اتهم وزير الخارجية الروسي لافروف كييف بأنها لا تبالي باستهداف المدنيين، قال رئيس الوزراء الأوكراني: لقد ارتكب الإرهابيون الروس مجدداً جريمة ضد الإنسانية، وروسيا هي التي تتحمل مسؤولية هذه الجريمة. وجاءت ردة فعل الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا عنيفة، فقد اقتادوا جنوداً أوكرانيين أسرى إلى موقع الحافلة المدمرة حيث شتموهم وضربوهم. يأتي ذلك بينما سادت أجواء تفاؤلية الليلة الماضية بعد اتفاق روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا في برلين على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا. وكان أطراف النزاع قد اتفقوا في الخامس من سبتمبر أيلول الماضي في العاصمة البيلاروسية مينسك على هدنة كانت هشة منذ البداية. وفي شرق أوكرانيا لا يعتقد الناس بانتهاء العنف قريباً، خاصة بعد التصعيد خلال الأيام الأخيرة.